تصدر الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية الترند بعد رحيله بعد صراع طويل جدا مع مرض السرطان استمر لمدة عام. وكان هاني الناظر بيحرص دوما على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأبرز المعلومات والنصايح الطبية اللي بتساعد المرضى سواء في مجال تخصصه أو خارجه. هاني الناظر في أحد المنشورات كشف عن أهم وأبرز الأحلام اللي كان بيرغب في تحقيقها قبل وفاته، وقال عندي حلم إنشاء مستشفى كبير أهلي متخصص للأمراض الجلدية بمستوى عالمي للعلاج المجاني في عيادات خارجية على أعلى مستوى ومزودة بأحدث وسائل التشخيص ومعامل متخصصة وأجهزة حديثة للعلاج وأقسام داخلية بتضم أسرة للحالات الطارئة وكمان اللي بتحتاج رعاية ونظم علاج خاصة، مستشفى يتولى المتابعة للحالات المزمنة واللي بتحتاج علاج لفترات طويلة وهم بالألاف، وكمان يرعى المرضى غير القادرين وهم كتير ويقدم العلاج المجاني لجميع المرضى بدون استثناء تحت إشراف كبار الأساتذة والاستشاريين المصريين متطوعين وأنا أولهم. إحنا ممكن بإذن الله نحقق الحلم بالإرادة والعزيمة والنية الطيبة وحب الخير والتعاون ودعم كل أهل الخير والناس الطيبين، ومصر مليانة بيهم في كل مكان، واثق إني هجد بإذن الله اللي يشاركني الحلم الجميل وحضراتكم على رأسهم ومشاركتكم في نشر الفكرة، ولو بعمل شير هتساعد في نجاحها، وعلى يقين ان الحلم ممكن يبقى حقيقة بمشيئة الله. ولكن للأسف الدكتور هاني الناظر رحل امبارح من غير ما يحقق حلمه، لكن اكيد ابنه ممكن يكمل الحلم ده. رحمة الله على الدكتور هاني الناظر وألهم كل محبيه وأهله ومتابعيه الصبر والسلوان. خسرنا قامة علمية كبيرة. وداعا هاني الناظر.